التوفيق لكل من يتابع الفريقين في هذه المباراة ويطمح. سلطان العنزي، رضا هاني، عدي الصيفي، أحمد الضفيري، ولوكاس كاتشو، وبدر المطوى. هذه كرة ملعوبة لصالح غزيان، يلعب الجول. الله الله، لكن في رأي في رأي في رأي كرة كانت مخادعة، ولوكاس كاتشو في بداية إذا للفريقين. شوف هذه الثانية، هجمة أولى عربوية بالدقيقة الأولى وفيها حالة تسلل، لكن بعد ما تأكد حكم مباراة في الدور الأول، وكانت بعد ما وصل إلى التعادل الفريقين وركلات الترجيح وأيضا قرار. راح الجماهير وإسعادهم، كرة ملعوبة سينوسي، محاولة بتمر خطرة، الله حلوة بالنص ناحية اليسار إلى تشراتشي، ناحية اليسار بيلعب كرة عرضية بتمر إلى لوكاس كاتشو اللي يحاول يستلم كرة بيلعبها إلى ظفيري، الله بيبعدها سليمان عبد الغفور. حلوة من الظفيري اللي اختار الزاوية صعبة، لكن سليمان عبد الغفور يبعد فرصة هدف لصالح القادسية. حلوة أن هذه المباراة هي للثار أو رد الدين، هو حدد أنه رد الدين لأن بالموسم السابق كان هو المدرب. كرة ملعوبة رضا هاني إلى قاتشو على المرمى، الله بيشيلها سليمان عبد الغفور الثانية. قاتشو قوية، لكن سليمان عبد الغفور بتغطية ناجحة أمام المرمى. بدل مطوع رضا هاني، نقلة بتمر إلى عدي الصيفي، بيلعب كرة عرضية بدل مطوع بيعطيها على الطاير، الله ترجع مرة ثانية، كرة في تغطية دفاعية ما زالت الظفيري، كرة معاه بيرجعها مرة ثانية بالنص إلى سلطان العنزي، سلطان إلى بدر مطوع، كرة مع القادسية، أوب حلوة أحمد الظفيري، هذه خطرة الله، خطرة ومحاولة لصالح القادسية. حلوة قراءة جميلة بدر مطوع وأحمد الظفيري، لكن سليمان عبد الغفور في اللحظة المناسبة يخطف الكرة من أمام الظفيري. شوف محاولة القادسية، وشوف في القراءة للقطة الأخيرة لسليمان عبد الغفور، أوف حاول عبا اللقطة فيها لمس للكرة وفيها ايضا يعني احتكاك، لكن قراءة حكم الفار اذا كان في شك اكيد راح يعطي الاشارة الى حكم مباراة سعد الفضلي ان عليه مراجعة اللقطة. هل يراجع اللقطة سعد الفضلي؟ وهذه اللقطة الجميلة الحقيقة تعبر عن روح رياضية دائما في منافسات. ايضا انذار، ما زال النقاش، ما زال النقاش، والاحتجاج ما بين الطاقم أو أحد أفراد الطاقم الإداري لفريق القادسية. من بدر المطوع، كرة ملعوبة لصالح القادسية، المس وتنشال من عيسى يعقوبو، ترجع مرة ثانية، ولكن سافرة سعد الفضلي حكم اللقاء. توني أحداث الشوط، ونطمح أكيد أن نتابع مباراة جميلة ما بين العربي والغاسية، ما بين الفريقين، لقاء الفريقين رقم 20 إلى الآن، شوط أول بدون أهداف. سافرة سعد الفضلي راح تعلن انطلاقة أحداث. كرة متابعة إلى ضاري سعيد، كرة مع القادسية، أيضا بيلعبها طويلة ناحية اليمين إلى عدي الصيفي، يسيطر على الكرة عرضية، الله كرة حلوة رايحة في المرمى ولعبها عدي الصيفي، رايحة على المرمى، لكن سليمان محاولة الآن القدساوية ناحية اليمين، عدي بيلغي الكرة لكن بيشيل أحمد إبراهيم، ترجع بدر المطوع
خارج منطقة 18 على المرمى الله. كرة بيسارة بحطلة بدر مطوع. كان ممكن يكلف القادسية. يرجع مرة ثانية. إلى سلطان العنزي بغير ناحية اليسار. لورانس الواب يحافظ على الكرة بيلعب كرة عرضية. بدر مطوع فوتها لكن أفضلية باستمرار اللعب ومطالبة بوجود لمسة. مطالبة بوجود لمسة لكن في قرار وفي احتجاج. شوف اللقطة. إذا حكم المباراة ما انتبه على الفريقين الانتظار لمتابعة حكام الفار فيها مراجعة وفيها لمسة يد وفي قرار إداري انذار لأحد الإداريين في نادي القادسية وسعد الفضل يتجه وفيها لمسة يد لكن تغدير اللقطة. يرجع الآن حكام تقنية الفيار. أما القرار راح يكون لسعد الفضلي في النهاية. إذن ما زلنا في أحداث المباراة في الشوط الثاني الدقيقة 72 قرار سعد الفضلي الآن يرجع إلى ملعب المباراة. سعد الفضلي ركلة جزاء هل يسجل رقم 25 في البطولة وهدف التقدم للقادسية على مرمى العربي في النسخة 28 كأس سمو ولي العهد. بدر مطوع هل يغير الموازين؟ جول! غير كل شيء بدر مطوع، غير النتيجة وغير مجريات اللعب وفتح أبواب التقدم. يعيد بعد ما أخذ أيضا الرأي من حكم الفار إعادة تنفيذ ركلة الجزاء. بدر مطوع مرة ثانية. شوف الإعادة ودخول عدي الصيفي. بدر مطوع حطها بالجول. بدر مطوع جول لصالح القادسية. جول ايضا بالاعادة. جول بدر مطوع يسجل التقدم لصالح القادسية ويغير كل الامور الحسابية اللي وضعها المدربين بابلو فرانكو وميشا مدرب العربي ومدرب القادسية. أتت الأمور الآن بلمسة اليد الغير مقصودة. أتى فيها إذن يظهر في هذه اللقطة في تلامس حصل ما بين رضا هاني ونايف حميد لكن إذا أخذ قرار سعد الفضلي يظهر في قرار رضا هاني الانذار الثاني. ويستبعد كرت أحمر. سعد الفضلي في اللقطة الأخيرة قرار حكم المباراة أخذ إذن الانذار الثاني. رضا هاني ما زال يعني رضا هاني غير راضي
الرضي. تغيير للعربي قادم بدر طارق بشكل جميل. بدر طارق شايت على المرمى بيشيلها بدر الى عدي الصيفي اللي يبعدها لخارج الملعب، لكن مقطوعه. عدي الصيفي بيلعبها الى بدر مطوع، كره معاه. بدر مطوع بيحاول يتقدم، بدر مطوع بيحافظ على الكره. حلوه حلوه، بدر مطوع بيتقدم بيحافظ على الكره ناحيه اليمين وينتظر. والروح الرياضيه والكبير يبقى كبير. بدر مطوع بعد ما شعر ان في اصابه للاعب العربي احمد ابراهيم. شوف اللقطه وشوف لما انتبه ان في اصابه. برافو بدر مطوع، برافو بدر مطوع، مثال مثال وقدوه للرياضيين ولاعبين كره القدم، وايضا هو موجود ويتابع. وهذه اللقطه فيها قرار اداري، فيها قرار اداري. انذار الثاني على عبد الله عمار، وعبد الله عمار اذن بعصبية الحقيقة يتدخل ايضا في اللقطة الثانية على التوالي. نتكلم تقريبا عن دقيقتين وقت بدر ضايع متبقي من التسع دقائق. كرة ملعوبة بدر طارق، هل يفاجئ في بدر السلامة والمحاولة صالح عربي ترحب بالجول. الله، كرة اذا كانت ممكن تكون، ممكن تكون لصالح عربي، لكن مرت ما بعد ما بعدها دفاع القادسية الى خارج الملعب. وبندر السلامة يطالب بوجود قرار. وشوف شوف الإعادة، وشوف ما لعب بعد ما لعب الكرة عرضية قصيرة كانت، ومطالبة بوجود قرار لصالح العربي. على ذلك سعد الفضلي عطى انذار لبندر السلامة لأخذ القرار النهائي. هل كانت اللقطة مؤثرة؟ يظهر ان في اكثر من لقطة، وشايف تعاد الان لقطة ثانية، وهذه اللقطة اللي فيها احتكاك اول، ام اللقطة اللي فيها موقف التسلل؟ شنو اللي راح يقوله حكم المباراة في متابعة اكثر من لقطة؟ هل يرجع الى الاولى؟ هل يرجع إلى حالة التسلل؟ هل يرجع إلى حالة التلامس اللي حصلت ما بين المهاجم وحارس المرمى؟ البار، وما أدراك ما تقنية البار. سعد الفضلي في المتابعة الأخيرة، سعد الفضلي يرجع أيضا ويرجع اللقطة ويطلب المتابعة. تأكد من اللقطة الأولى، يرجع سعد الفضلي، سعد الفضلي حكم المباراة يلغي قرار الإنذار، وحالة التسلل موجودة في اللقطة. يلغي قرار إنذار لبندر السلامة، لكن ياخذ قرار ان اللقطه كانت فيها حاله تسلل. احمد ظفيري، احمد ظفيري بيتقدم لكن تنقطع وصافي رد. سعد الفضلي، مشاهدينا متابعينا بكل مكان داخل الكويت وخارج الكويت، انتهت مباراه العربي والقادسيه بفوز نادي القادسيه بهدف مقابل لا شيء.